Merci. ميرسي. أنا كنت متأكدة إنك يوم ما هتلاقي الشقة كل المديرين هيرضوا عنك. نعم طبعا هتواظب على مواعيدك وكل المديرين هيحسوا بكفاءتك واجتهادك وإخلاصك في العمل. كل ده ملوش أي اعتبار، البركة في المشاية. مشاية؟ مشاية يعني إيه؟ مشاية يعني الواحد لازم يتمشى كتير. هما مش بيقولوا اللي يعيش ما يشوف، واللي يتمشى يشوف أكتر؟ مشاية. ولما المشاية يبقى تحتيها مفتاح يبقى الصبر مفتاح الفرج. بس خلاص مش فاهمة حاجة. أنا أحسن. ألو 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 ورحمة الله وبركاته. نعم أنا جميل الفتك. حصلت لنا الفتاكة. نعم شوف الصدف الحلوة، النهاردة عندنا تصوير خارجي هنا. طبعا يا سيدي مع السلامة. أنا جار الأنسة عفاف.